مباشرة منى اللي غادي تقدم لنا شهيوات واللي غادي نعرفوا الحدقة ديالها. ألو ألو السلام عليكم. صباح الخير منيا، لاباس عليك؟ لاباس اختي سناء، بخير، احوال طيبه الحمد لله. واش مبروك عليك ولكل العائله ديالك والاخ ديالك محمد ريفي وكذلك الام الحاجه. الله يبارك فيك اختي سناء، بارك الله فيك، وانت ايضا عواشر مبروكه ليك والطاقم التقني والناس ديال ميد غاديو وكل المستمعين الكرام. بارك الله فيك، مرحبا بسلامك. اكيد على ان الاخ ديالك محمد ريفي هو فنان في الموسيقى، وانت اليوم غتكوني فنانه معنا في الشيوات والحدقه. اشنو كتقترحي على المستمعات؟ حبيبتي عندي واحد الطاجين ديال الخضره خفيف، هذا حنا كنعرفوا دابا هذا سيدنا رمضان والناس كتكون مشغوله بزاف، جري جري هذا راه يقدر يوجد غير في واحد المده ديال 3 ساعات حتى للساعه. اييه وعندي اختي تكتوكه وعندي حوت مبخر. اييه وعندي واحد العصير. واخا نبداو باول اقتراح، تفضل مونيا، طاجين خفيف من الاقتراح ديالك. لا طاجين نيس، طاجين ديال الطين. كنشدو بسله كنقطعوها دواور، مطيشه كنقطعوها دواور، الفلفله حتى هي، واللي بغى يزيد دنجال اولا خير زوج زيد. المهم انا غالبا تخدم بهاد ثلاثه. عندنا لاله في واحد الزليفه تنديروا شويه ديال الابزار، شويه ديال الاسكنجبير، شويه ديال الزعفران الحر، والملحه شويه، واللي يقدر يحيدها يكون احسن، واللي ما قدرش غير شويه باش نسيو صافي، وزيت العود وشويه الماء باش نخلطوا. كنخلطوا هاد المقادير كلها، كنكبوها فوق الطاجين ديك الخضيره اللي درنا. كنشدوا واحد نص كاس ولا كاس الماء غير فين طيب هذيك الخضره، حنا عارفين حنا شي لاخر كلك. غادي نديروا نص كاس اولا كاس صغير ديال اتاي وغنكبوا فوق منه صافي، ونسدوا الطاجين. وعندي واحد المعلومه اخرى اضافيه، حيت كاين اللي كيبقى كل ساعه يحل على الطاجين، حل سد هذيك القضيه كتحيد تنسيمه، اذا نخلي واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق عادي يحل يشوف صافي، وهي غتخليه واحد المود اللي قسمين 4 ساعة، لان احنا عارفين مرقين ديجا وعارفين بان شي الاخر غيطلق الماء. كتخلي صافي حقا نسيت الثومه، الثومه ضروريه هي كتدخل في العطريه مع المدنوس. وصافي كتدي عليه وكتخلي حتى كيبان لك راه الخضره طابت، وهي واخا طيب الخضره الانسان يخلي المرقه حتى تختار. فعلا المرقه عاد تشعلي وهو واجد، هو واجد بالصحه والراحه. طاجين خفيف وبالخضره الله يعطيك الصحه ربي يخليك. نمشيو للتكتوكه. اييه تفضلي. عندي تكتوكه كتشدي الدجاج كتقطعي صغير مكعبات، كتقطعي البصله كتشلديها، كتقطعي مطيشه حتى هي مكعبات، واللي بغى يدخل في الفلفله يضيفها، ولا ما بغاش هو كيبقى حر. المهم كتخلطي وكديري العطريه فيها شويه ديال شويه الملحه شويه الابزار شويه الاسكنجبير شويه الزعفران الحر الثومه المدنوس زيت العود، كتخلطي هذا الشيء كتخلطي كله مع العطريه. في الاول هنا ما تنزيلوش الماء لانه عارفين هاد الخضيره غتطلق الماء، كنخلوه في الاول غير تنخلطو شويه، كيبان لينا راه غايبان لينا خصها شويه الماء، غنديرو شويه حد فين نطيب هذيك الخضره، ما غاديش نمرقو بزاف باش ما يعوم تعومش لنا الخضره كلها. ياك وغادي نبقى مره نخلط نطلع عليها ونحركوها حتى كيبان لينا هادي التكتوكه راه تعلكات. ملي كتعلك صافي كتحيدها وهي واجده. هذه راه ما تمشيش له وقت بزاف، هي فعلا حتى هي خفيفه. وبالنسبه للحوت البخور قلتي ان كيعطي واحد النسيمه يعني زوينه لذيذه. هذا الحوت الحوت المبخر هذا كتاكلو بحال اللي كتاكل الحوت المقلي، حنا كنعرفوا الحوت المقلي كيكون لذيذ ولكن ما فيهش فائده ولكن كيكون لذيذ. دابا تعطينا شي طريقه اللي كيبان تقريبا نفس البنافع. نفس المذاق الحوت السردين كتجي كتنقي كتحيد له الراس، لا كتخويه من الداخل ديالو ياك، ومن بعد كنشدو من بعد الغسيل ديالو هذيك الحوته اللي هي حليناها كنعاودو نسدوها بحال اللي في الاول، كتكون باقا السردين باقي ما باقي عامر، كتعاود طوها هكا بشكل طولي. ياك وكنشدو كنديرو لاصوص فيها لاصوص ديال الحوت المعروفة، الشرموله ديال الحوت، وكنشدو المعدنوس كنقرضو واحد حاجتي بزاف قياس واحد بلافه كبيره. ياك كنشدوها وكنديروها في الكسكاس، ولكن الحوت قبل ما نبخره كنخلي واحد نص ساعه حتى لساعه يشرب الشرموله. ياك ومن بعد كنشدو المعدنوس، قلنا قياس بلافه كبيره بحال هكاك، ولا على حسب الناس اللي هما بلافه كبيره، اللي بغى يزيد اكثر على حسب الناس اللي جوج كيلو ثلاثه بغى يزيد. يعني عندنا ميزاننا شنو باغي. كنفرشو ديك المعدنوس كنفرشوه في الكسكاس، كنشدو الحوت كنسفوه قلنا بشكل طولي بحال اللي السرديله باقا ما خاوياش، مخيره خاويه، وكنعاودو نغطيو من الفوق بالمعدنوس. وكنديروا فوق منه الحامض هكاك صافي، هذا راه ما تتعطش. الحامض شنو غادي نديروا، شرائح ولا نعصروا عليه الحامض؟ لا الحامض دواور كنخلطوا دواور واخا، وراه ما كيتعطش يعني مستمعات يردوا البال راه ما غاديش يشبلوا من الساعه لا والو، السردين دغيا كيطيب. مع الحامض كيهريه.
سويت غير تبخر ما غير تعطلش. عندي اختي عصير. بالنسبة إلى سمحتي مونيا دابا الأخ ديالك محمد ريف يعني واش كيبغي في الحوت ولا الطاجين على مائدة ديال الفطور ولا غير المملحات صافي؟ لا والحوت عنده صفة رسمية. الحوت ضروري بحال كاع الرجال تقريبا كاع الرجال كيبغيو الحوت في الفطور. لا هو عزيز عليه الحوت وبعد ما هو كيتفنن فيه هو كيدخل يصاوب ديك الكلامات تبارك الله. ايوا مزيان هو كيطلع هو كيصاوب لنا بعض المرات هذا الشيء. مزيان هذه الحاجة الزوينة وأنه حتى الرجال تا هما يدخلوا وخصوصا وأنه تبارك الله كيعني عندهم اللذة في يديهم بزاف. إيه نمشيو لعصير من عندك تفضل مونيا. واخا واخا اختي عندنا عصير عندنا فيه خوخه ياك وشويه الليمون وعندنا الخوخ والليمون والتفاح. انا علاش عطيت هكا المقادير غير خمس قدر ندير غير حاجه حاجه من الحاجه لانه ثلاثه ولا اربعه الحوايج تيتجمعوا تيعطينا شويه كميه تعطيو كميه كثيره فعلا. ياك قلنا عندنا خوخ المهم اللي بغى على حسب المقادير ديال كل واحد. عندنا شويه الخوخ شويه الليمون شويه التفاح والخيار. ياك انا بعد ما كندير خوخه ليمونه تفاحه ربع خياره بالضبط وكندير اختي الحليب يعني واحد قياس واحد الكاس صغير ديال الحليب ماشي بزاف وكندير ياغورت ديال الفخيز ياك وهذيك ياغورت ديال الفخيز اللي غنخوي غنشد واحد الكاس ولا جوج ديال بهذاك ياغورت الكاس اللي خوا هو اللي كنكبو انا في الكاس ديال العصير صافي راه بلا هنا راه بلا ما نديرو السكر لانه راه الفواكه حلوه حلوه السكر الطبيعي صافي وكتفتح لي وز الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والله قدمتي لنا شيوات اللي هما خفاف بزاف وساهلين وبساط وكيف ما قلتي ممكن في ثلث ساعه الاخرى ممكن نوجدوا هاد الاقتراحات تبارك الله عليك مونيا. الله يبارك فيك. الحاجه الام ديال محمد ريفي كانت غادي تدوز معنا بزميته ولكن للاسف ما خديناهاش يعني من بدايات ديال شهر رمضان. قلت لانه عندها زميته يعني على حقها وطريقها مصيبه فنتمنى ان شاء الله الاسابيع المقبله نتواصلوا مع الحاجه. مونيا كنشكرك بزاف على تواصلك معنا. الله فيك. الله يبارك فيك. وبما انه انت معنا واكيد انه نبغيو نعرفوا كل